هسه نجي الى موضوع تسميه هاليدات الالكين حسب نظام الايوباك. شنو هو نظام الايوباك؟ الايوباك منظمه دوليه. هذه شو تسوي؟ طبعا الايوباك هي مختصر للاسميه، يعني اسم انترناشونال ما ادري شنو السوالف هاي. بس شنو انتم بالنسبه لكم؟ شنو هي؟ شوف من اني كل دوله تجي تسمي المركب بكيفها. مثلا الصين تجي تسمي مركب، احنا نقدر نفتهم هو شنو هذا المركب؟ لا. الهند تسمي المركب، زين الصين تفتهم شنو هذا المركب؟ فاجوا وش قالوا؟ قالوا خلينا نسوي منظمه عالميه. هاي المنظمه تسمي كل شيء باسم ثابت. يعني متفق عليه بالضبط، دولي. اسم دولي. فاذا اجي للصين وللعراق والايران والتركيا وال اي دولة تمر عليك، للبرازيل، مو كلهم، كل واحد يحكي لغة، الهند كل واحد يحكي لغة، لكن من يجون للمواد الكيميائية كل واحد كلهم عندهم نفس الاسم الكيميائي، كلهم يسمون الكيمياء العضوية بنفس الاسم، ماكو اختلاف بالتسمية للمركبات العضوية. فشنو التسمية مالته؟ التسمية مال هاليد الالكيل راح تعتمد اعتماد كامل على المحاضرات الاولى اللي هي المحاضره السابقه، اللي هي شنو؟ تسميه المركبات العضويه. واضح؟ تسميه المركبات العضويه. ليش؟ لان نفس الخطوات راح امشي عليهن، نفس الخطوات راح امشي عليهن. بس شو اسوي؟ الهالوجين راح اعتبره كانه فرع. تذكرون البارحه؟ نختار اطول سلسله كربونيه، نسمي عدد ذرات الكربون حسب تسمية حسب ذرات الكربون، عاصرة مفردة لو ثنائية لو ثلاثية، فصار مثلا ثلاث ذرات كربون بروب، عاصرة مفردة صار بروبان، مو صح؟ هالنوبة اجي اسمي الفروع، فهنا الكلور واليود والبروم راح اعتبرها كأنما هي فرع. واضح؟ كأنما هي فرع. فاجي شو اسم الكلور؟ كلورو. شو اسم البروم؟ برومو. اليود يودو، واسمي رقم، اعطي رقم الفرع واشتغل التسميه عليه. صعب؟ نفس البارحه، يعني هسه من اجي الى هذا المركب CH3 CH2 CH Cl CH3، جيت على هذا المركب، جيت اريد اسميه. اول شيء نختار اطول سلسله كربونيه. منو اطول سلسله كربونيه؟ اربعه. هذا الخط المستقيم، مو صح؟ الاربعه شو اسمه؟ ميث ايث بروب بيوت. جيت سميته بيوت. زين، اواصر مفرده لو ثنائيه لو ثلاثيه؟ مفرده. اذا اضيف له ان بيوتا. الكلور هسه عندي فرع واحد، مو كلور. على يا ذرة كربون اجي ارقم، اذا رقمت منه واحد واحد اثنين ثلاثة اربعة، اذا رقمت منه واحد اثنين ثلاثة اربعة، الفرع كنا شياخذ اقل رقم، اذا الترقيم مالتي منك، فمنه كلور ايش قاعد على رقم؟ اثنين، فيصير اثنين شارحة كلورو بيوتا. اوكي؟ فهو الاساس مالتي منو؟ التسميه اللي اخذناها للالكانات تامه، ولذلك انا سويت، قلت لكم انتم هاي ماخذيها سابقا، بس راح اعيدها لان كل شغلي راح يعتمد عليها. كل شغلي راح يعتمد عليها. نجي نشوف التسميه. يقول يتم اختيار اطول سلسله من ذرات الكربون، ثم نرقمها من الطرف الأقرب لذرة الكربون الحاملة لذرة الهالوجين. أقرب تفرع هالوجين أرقم. يكتب اسم المركب بوضع رقم، يحدد موقع ذرة الكربون الحاملة للهالوجين، ثم علامة الخط اللي هي هاي. يعني شنو؟ نسمي اسم المركب على منو؟ رقم ذرة الهالوجين. على يا ذرة هالوجين؟ على يا ذرة كربون موجود؟ اثنين، كتبت اثنين. نخلي هذا الخط، بعدين شو نسوي؟ مع اضافه حرف واو،
يعني هو اسمه كلور يصير كلورو، بروم برومو، يود يودو. ثم علامة خط قبل ذرة الهالوجين الأخرى، فيصير عنده وجود أكثر من ذرة هالوجين شو نسميه؟ مختلف تراعى الأبجدية الإنجليزية. يعني شنو؟ البروم بعدين كلور بعدين اليود. يعني لو عندي أنا هذا المركب جاني هذا المركب ايش قال لي؟ اثنين كلوروبيوتان. لكن لو أنا موجود خلنا امسح هذا الني حتى لا يضوج لنا. لو أنا موجود هناية بعد مثلا هذا الهيدروجين شاله وخله هناية بروم، ايش راح يصير؟ اثنين هذا راح امسحه. ليش؟ لأنه استختلف المركب. راح يصير اثنين فارزة اثنين. ليش؟ لأنه اثنين اثنين مو صح؟ أحط خط برومو كلورو فيوتا. واضح؟ ليش سميته؟ بديت برومو يلا قلت كلورو. ليش؟ حسب التسلسل الأبجدي، فالبروم وراها الكلور وراها اليود، فصار عندي اثنين اثنين برومو كلورو بيوتان. زين لو هذا هم كلور كان صار اثنين اثنين ثنائي كلورو بيوتان. لو هذا كلور وهذا كلور ثنائي كلورو بيوتان. واضح؟ فهسه اجي طبعا هسه راح تشوفون بالتفاعلات الجايه من نسوي تفاعل لازم اكتب اسم المركب جوه. واضح؟ كل اسم كل مركب عضوي لازم اخلي الاسم مالته، ولذلك انا تشوفون دا اركز على التسميه. لان انت ما تقدر تحل اي مثال اذا ما تكتب الاسم جوه. اوكي؟ نجي الى مثال، اكتب الاسماء الاسم النظامي لكل مما ياتي. عندي مركبات راح اجي اكتبها. اول واحد CH3 CH2 CH فوق CL CH3 هذا نفس المركب، اوكي؟ هذا نفسه استوني حليته. راح اعوفه هذا. فاجي CH هذا هنا عندي CL وهنا عندي BR وهنا عندي CH3. هذا شو اسمه؟ اجي نختار اطول سلسلة كربونية. فاجي 1 2 3 شو اسمه؟ بيوت. اواصر مفردة بيوتان. عندي بيوتان. زين هذا بروم وهذا كلور. منين ابدي ارقم؟ ابدي ارقم من البروم. ليش؟ لانه تسلسل ابجدي. ابدي ارقم من البروم. ليش؟ شوف البروم هنا 1 2 مو صح؟ بينما هنا 1 2 3. فالافضل تبدون من البروم. هنا فيصير 2 فاصله او 2 برومو، ما يصير فاصله هنا. ليش؟ لانه كل واحد رقمه. 2 برومو 2 برومو خط شو يصير؟ 3 هنا كلورو. اسف هذا خط هذا خط. اوكي 2 برومو 3 كلورو بيوتان. 2 برومو 3 كلورو بيوتان. واضح؟ خليت خط بين الرقم والاسم. النوبه ورا الاسم خليت خط، كتبت رقم خليت خط، يلا كتبت كلورو. ليش؟ لانه الشارحه تفصل بين من وبين من؟ بين الرقم والحرف والاسم. الرقم والاسم نفصل بيناتهم شنو؟ بخط. بين الرقم والرقم ايش نفصل؟ بفارزه. اوكي؟ بفارزه نفصل بيناتهم. لا اصح هيك. هذا صح. اوكي؟ الاصح هيك. هسه نجي الى اللي بعده. ايضا نفس المركب بس هذا شو مسميه هالمره؟ قايل CH3 CH CH3 CH3 CH2 او عفوا CH2 CH BR.
جانا هذا المركب. شو نسوي؟ نختار أطول سلسلة كربونية. نختار أطول سلسلة كربونية. من أطول سلسلة كربونية؟ ميث إيث بروب بيوت. أقدر شو أقول؟ أقول أقدر هذا هم أطول سلسلة كربونية، مو صح؟ أوكي؟ لا أنا عجبني اليوم هسا آخذ هذا. أوكي؟ إذا عجبني ما آخذ المستقيم، عجبني آخذ الفرع. زين؟ لأن هذا ركن. دائما الركن يصير أغلى، مو صح؟ زين، نجي هسا نجي. الترقيم منين؟ منا لو منا؟ مننا، ليش؟ لأنه هنا البروم على ذرة واحد. أوكي؟ بينما هنا التفرع على ذرة اثنين. مو صح؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. هنا التفرع على من؟ واحد. هنا على اثنين، إذا جيت رقمت واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، مو على ذرة اثنين؟ هسا صار عندي هذا المركب. هذا المركب من أجي أريد أسمي، من أجي أريد أسمي، شو أقول؟ أقول هذا التفرع على البرو، فإيش قد رقم التفرع؟ واحد. فأكتب واحد خط برومو. هسا أجر خط، ليش جريت خط؟ لأن عندي تفرع ثاني، شوفوا الخط هيك صار علي هذا. هذا تفرع إذن. شنو التفرع؟ شو اسمه؟ مثل. مثل على يا ذرة؟ لا مو على ثلاثة، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، الأرقام الفوق قاعد نشتغل عليه. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. على ذرة؟ ثلاثة، فيصير ثلاثة. مثل. كم ذرة كربون؟ أربعة. شنو؟ بيوت. مفرقة لو مزدوجة؟ إذا يصير بيوتا. فصارت واحد برومو، ثلاثة مثل، بيوتا. واحد برومو، ثلاثة مثل، بيوتا. اوكي؟ اثناء ما طفت الكهرباء رقية سألتني. زين؟ لان تخاف تسأل لانه ما اشتغل الكاميرا. من طفت الكهرباء يلا سألت. زين؟ ايش قالت؟ قالت زين انا شو استفاد من هذا كله؟ شو استفاد منه؟ اجاني ايش قال؟ ايش قال؟ قال بانه انا من انطي تفاعل. مثلا قال لي حضر هاليد الالكيل هيك يجيكم. حضر هذا هذا بعد بس بعدنا ما ماخذينه احنا بس راح نعطيكم المثل وين استفاد من التسميه. احتمال كلش عادي يعطيكم مركب ويقول يسمي المركبات الاتيه عادي كلش عادي واضح. بس بصوره اساسيه وين احتاجه؟ يجيني يقول لي حضر حضر هاليد الكيل مناسب من مثلا ال من مركب ميث إيث بروب خلينا نقول بيو واحد بيوتي واحد بيوتي. اجي ايش قال؟ قال لي حضر هاليد الكيل منين؟ مناسب من مركب واحد بيوتين. احنا بعدنا ما ماخذينه هذا بس راح اعطيكم الفكره. واحد بيوتين شنو؟ بيوتين من اسمه بيوتين اصله مزدوجه بيوت يعني اربعه. فاجي اقول واحد اثنين ثلاثه اربعه اصله مزدوجه وين؟ على ذره واحد فاخلي اثنين خليت اصله مزدوجه. هنا كم هيدروجين يحتاج؟ اثنين لانه بي اصرتين. هذا طبعا هنا مفردات البقيه. هذا وحده هذا اثنين وهذا ثلاثه. اني لو ما اعرف تسميه اقدر اكتب المركب؟ مو فهو اساس شغله هي الاسم. هسه شو اقول؟ اقول اضيف له اتش سي ال زائدا اتش سي ال. فهنا لازم شو اكتب؟ واحد بيوتي ال HCl. عندنا قاعدة يسموها قاعدة ماركونيكوف هسا ناخذها ان شاء الله. ماركونيكوف شو يقول؟ يقول بالاضافة لما نضيف ال H و Cl ال H وين تنضاف؟ وال Cl وين تنضاف؟ احنا 100% ال H وال Cl تنضاف على هاي وعلى هاي. ليش؟
تنضاف على ذرتين الكربون اللي بيناتهن عاصرة مزدوجة. هذا ماركونيكوف هيك يقول. بس يقول ال H وين تنضاف وال C وين تنضاف؟ اجي لا ما اقول هيك. يقول ال H وين تروح؟ للعدها H اكثر. يعني دائما احنا اللي عنده فلوس الناس تحترمه وتعطيه فلوس اكثر. مو اللي عنده فلوس الناس تحترمه وتعطيه فلوس اكثر. فهنا ال H الاضافه مال H وين تروح؟ على اللي عنده اتش اكثر تروح للاتش مالته، والبقيه ما حد يروح له، فننطيه السي او. واضح؟ اذا الاضافه مال الاتش وين تصير؟ تصير على ذره الكربون اللي تحتوي ذرات هيدروجين اكثر. فهنا هذه الاتش الاتش راح تروح على هذا. ليش؟ لان هذا عنده ذرتين هيدروجين، بينما هذا عنده ذرة واحدة مال هيدروجين. والكلور يروح على هاي. فش راح يصير عندي المركب؟ طبعا راح اخليه هنا لان ما عندي مجال. راح يصير المركب CH3 مو؟ لان هاي الاتش جت هنا صار CH3. الآصرة المزدوجة راح تصير آصرة مفردة. هاي الـ CH ايش صارت؟ صارت CHCl مو لان اضافت CL. ويا فاطمة السي اتش 2 صار السي اتش 3، السي اتش ضفت لها سي انضاف لها سي ال فصار السي اتش سي ال، سي اتش 2 سي اتش 2 هسه من سي اتش 3 هسه من اجي اسمي شو اقول؟ واحد اطول سلسله كربونيه هذا، اربعه شو اسمه؟ بيوت اصله مفرده بيوتان. عندي تفرع اللي هو الكلور على ذرة كربون اثنين، فاكتب اثنين كلورو بيوتان. بدون التسمية اقدر اكتب الاسم؟ لازم الاسم تعطيه هنا، مال اسم مال المتفاعل والاسم مال الناتج كله تكتبونه. واضح؟ لازم اكتب الاسم، لان اذا ما كتبت الاسم راح يصير عندي نقص بالسؤال. فاذا التسميه كلش مهمه يا رقيه، ومرتي الثانيه من السئلين سئلي قدام الكاميرا لا تسئلين ورا ما تطفى. زين هسه عرفنا التسميه، عرفنا اساسيات التسميه، وين نروح؟ لا ماكو بيت بعد. زين نجي يقول ارسم الصيغه البنائيه لكل من ما ياتي. شنو قلنا الصيغه البنائيه؟ هاي الصيغه البنائيه صارنا ساعه نكتب بها، اللي هي نعرف البنائيه، نعرف البناء هو شنو هو تركيبها كام بالضبط، البنائيه او التركيبيه اللي هو كل شيء نعرف عنه. فشي يقول؟ يقول اول واحد 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 ثنائي كلورو ايثان. شو اسمه؟ واحد 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 ثنائي كلورو ايثان. شو اسمه؟ ايثان. معناته ذره الكربون اثنين، ميث ايث اثنين، خليت الاثنين. ان معناته اصله مفرده، فخليت اصله مفرده. شو يقول؟ يقول واحد واحد ثنائي كلورو. واحد واحد يعني على ذرة واحد كلور وعلى ذرة واحد كلور. كم هيدروجين بعد اريد؟ لا وحدة، لانه واحد اثنين ثلاثة، فيحتاج لوحدة، فكتبت له اتش وحدة. هذا كم هيدروجين؟ ثلاثة، لان هو عنده آصرة وحدة، فخليت له ثلاثة فصار سي اتش 3. فصار المركب سي اتش سي ال سي ال سي اتش 3. واضح الفكرة؟ هسه نجي على اللي بعده. اثنين برومو اثنين يودو هكسان. هكسان شنو؟ ستة مو؟ فأجي أخلي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هكسان يعني كل عنصرة مفردة. مفردة 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 مفردة.
هكسان. هسه شو يقول؟ يقول اثنين برومو اثنين يودو، فاجي رقم منه واحد اثنين، هذا الاثنين، فخليت الاثنين برومو وخليت الاثنين يودو هكسان. بعد عندي مش عندي شيء اضيفه؟ ما عندي، اوزع هيدروجين. بي اصره وحده ايش قد يحتاج؟ خليت له ثلاثه. ايش قد يحتاج؟ ما يحتاج، لان واحد اثنين ثلاثه اربعه ما يحتاج. نجي على هذا، واحد اثنين ايش قد يحتاج؟ فاكتب له اتش2. هذا هذا وهذا اصير سي اتش3. فصار اثنين 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 يودو، العفو ابدي بيمن ابدي بالابجديه الانجليزيه، اثنين برومو اثنين يودو شنو؟ هكسان. قول سجاد الاول. ها هذا يعني شلون الصيغه مالته صارت مختلفه؟ شوف من اجل هذا الهيدروجين بالملزمه شو مسوي؟ جايبه خاله هنايا، ما عندي مشكله. بعد اجيب الكلور هنا، اجيب الهيدروجين هنا، ما عندي مشكله. المهم على وين يا ذره؟ على هيدر. يعني اذا جيت هذا السي ال ما كتبته هنا، كتبت الهيدروجين هنا وكتبت السي ال هنا، كلش عادي ما عندي مشكله. المهم هو على يا ذره كربون؟ على ذره كربون واحد. واضح؟ الهيدروجين اكتبه هنا او اكتبه هنا ما عندي مشكله، المهم هو وين؟ على ذره كربون واحد. واضح؟ اكو سؤال؟ اكيد. زين نجي نشوف تمرين عليكم، هذا باكر يجي محلول، محاضرتكم طبعا باكر ان شاء الله. اوكي العفو باكر امتحان، عقب باكر محاضرتكم، باكر امتحانكم بالفصل السادس. فاذا تمرين واحد ينحل المحاضره الجايه، لانه كلش مهم اساس شغلنا. نجي الى تحضير هاليدات الالكيل. تحضير هاليدات الالكيل كل السهل، ليش؟ لان هستونا اخذنا مثال عليه احنا، مو صحيح؟ اخذنا مثال، هذا شكل من الاشكال التحضير. فيقول تحضير هاليدات الالكيل، اولا اضافه هاليد الهيدروجين اتش اكس الى الالكين. شنو الالكين؟ شنو الالكين؟ عصرا مزدوجة، مو الالكين عصرا مزدوجة. فشي يقول؟ يضيف اتش اكس الى شنو؟ الى الالكين، يعني يا اما يضيف اتش سي او، يا اما يضيف اتش بي ار، يا اما يضيف اتش اي، يضيف ذني واحد من عندهم الى عصرة مزدوجة. يضيف واحد من ذني الى عصرة مزدوجة، حيث ان حيث عند اضافه هاليد الهيدروجين الى الكين ستضاف ذره هيدروجين الى احد ذرتي الكربون الاصله المزدوجه، وذره الهالوجين الى ذره كربون الاصله المزدوجه الاخرى، وهناك نوعان من الاضافه. هنا راح يسولف على نوعين مال اضافه، خلي اجي اكتب النوعين ونشتغل على اساسهم. اصلا هو حتى احضر هاليد الالكين لازم ايش عندي؟ اصله مزدوجه. لازم ايش عندي؟ عصره مزدوجه. فجيت قلت عندي مركبين راح اشتغل عليها. اول مركب اللي هو سي اتش 3 سي اتش عصره مزدوجه سي اتش عصره سي اتش 3، وش قلنا عصره مزدوجه؟ ايش اضيف لها؟ هاليد العفو اضيف لها اتش اكس، فضفت قلت زائدا اتش بي ار مثلا اتش بي ار واشوف ايش ينتج. اي الاكس معناته هالوجين، يعني يا اما بي ار يا اما كلور يا اما اليود. هذا واحد. الثاني شنو؟ الثاني لا، الاصله المزدوجه هنا على ذره كربون على الثانيه واحد اثنين، مو صح؟ فهذا شنو اسمه؟ اذا رجال يسمي هذا شو اسميه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة شنو؟ بيوت 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 عصرة مزدوجة بيوتين بيوتين، بس مو بس بيوتين، لازم شو أقول؟ ذرة العصرة المزدوجة على يا ذرة كربون على الثانية،
فصير اثنين بيوتي. اثنين بيوتي. هسه اجيت لا هالمره شو اقول؟ اقول سي اتش عاصره مزدوجه. اوكي العفو سي اتش 2 عاصره مزدوجه. سي اتش سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3 شو اسمه؟ ميث ايث بروب بيوت. كتبته بيوت. عاصره مزدوجه بيوتين. بس العاصره المزدوجه على وين؟ على واحد. فاكتب واحد بيوتي. وهمين راح اضيف له شنو؟ اضيف له زائدا اتش بي ار وين تشتري. اجي هنا عندي نوعين من الاضافه، قلنا الاتش والبي ار، وين يروحن؟ يروحن على ذرتين الكربون البيهن عاصره مزدوجه. وياي البيهن عاصره مزدوجه، فالاتش يروح الواحد والبي ار يروح للثاني وتنكسر العاصره المزدوجه. بس عندي مشكله راح تصير. راح تصير عندي مشكله، طفي لنا السبريت عبد الهادي. اوكي؟ من رخصتك. هسه اجي اكمل. ايش صار عندي؟ عاشتي لك. هسه اجي اكمل. شو يقول؟ يقول هنا تذكرون من سولفنا على الاضافه؟ على ماركونيكوف مال الزنجين والفقير؟ هالمره لا. عندي نوعين من الاضافه. شو يقول؟ عندي يسموها اضافه لكربون متناظر. متناظر. هسه اعطيك اياها. هذا متناظر، هسه ليش متناظر؟ هسه اشرح لكم. هذا يسمونه غير متناظر. زين، هسه عندنا هذا متناظر وهذا غير متناظر. زين ليش متناظر وليش غير متناظر؟ شوفوا. المتناظر معناتها ذرات الهيدروجين على الكربون الاول تتساوى ويا ذرات الهيدروجين على الكربون الثاني. يعني اجي اباوع العاصره المزدوجه واشوف ذرات الكربون ايش قال عليها هيدروجين؟ وحده. ايش قال عليها هيدروجين؟ مساويات ولا ما مساويات؟ اسميه متناظر. بالمتناظر وين اضيف الاتش؟ وين اضيف البي ار؟ ما عندي مشكله. بالمتناظر وين اضيف الاتش؟ وين اضيف البي ار؟ ما عندي مشكله. يعني الاتش اضيفه على الاول او اضيفه على الثاني ما عندي مشكله. البي ار اضيفه على الاول او اضيفه على الثاني ما عندي مشكله. اوكي؟ مشكلتي وين؟ بالغير متناظر. لازم شو اتبع؟ اتبع قاعدة ماركونيكوف. اوكي؟ ليش؟ لأنه غير متناظر، شنو غير متناظر؟ معناتها بالعاصرة المزدوجة الهيدروجينات هنا اثنين، هيدروجينات هنا غير متناظر، ما مستويات. واضح؟ فلازم شو اسوي؟ لازم أعرف وين أضيف الاتش؟ وين اضيف البي ار؟ خلي اجي. فاذا هذه اتش وهذه اتش مساويات، ضيفوا الاتش على الاولى مثلا وعلى البي ار على الثاني، فراح يصير سي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش نال اتش للاولى سي اتش 2. العاصره المزدوجه راح تنكسر تتحول الى عاصره مفرده تصير سي اتش وجوا بي ار وهنا سي اتش 3. شنو اسمه؟ 2 برومو. شنو بعد؟ بيوتان. عاشت لكم. بيوتان 2 برومو بيوتان. هسه اجي على هذه. شو عندي؟ واحد بيوتان غير متناظر، هذا وهذا. ماركونيكوف ايش قال؟ قال اضيف الاتش للاكثر. من عند اكثر؟ سي اتش 2. فالاتش تروح للاكثر. الاكثر شنو؟ الاكثر بالهيدروجين. فاجي اشوف الاول عنده ذرتين هيدروجين، الثاني عنده ذره هيدروجين وحده. الاتش تروح على الكربون اللي يحتوي على اكثر هيدروجين. فبما انه هذا اثنين فهنا الاتش راح تجي. بينما البي ار راح تجي على ذرة الكربون الثانية.
زين هسه اجي اكمل. فايش صار عندي؟ صار عندي اتش بي ار، فراح اقول سي اتش 2 شو يصير؟ يصير سي اتش 3. عاصره المزدوجه شو يصير؟ يصير عاصره مفرده سي اتش بي ار سي اتش 2 وعندي سي اتش 3. ها؟ لا نفس السؤال سألتني يا رقية، قالت بأنه يصير أجيب البي آر وأخليه هنا نا أخليه، لا لا تسوون هيك لأن هذا فرع، هذا مو من ضمن الاتش، الاتش هي أساسيات السلسلة، لكن البي آر هنا فرع فدائما خلوه هنا. هسه شو اسمه هذا؟ اثنين برومو مو ثنائي، اثنين برومو. لو ثنائي معناته عندك اثنين برومو مو صح؟ فش نسميه؟ نسميه اثنين برومو بيوتا. قولي فاطمه يا بي ار، يا بي ار، لا دقيقه يا بي ار، هذه هذه اجت هنا؟ الهيدروجين ياخذ اكثر عدد، الثاني منه هو مو عنصره مزدوجه بيها اثنين ذرات كربون مو صح؟ فالهيدروجين يروح للاكثر، البي ار وين يروح؟ للاقل مباشره للاقل، فمباشره بنفس الوقت اثنيناتهم يروحان. اوكي هو طبعا هنا اكو ميكانيكيه، اول شيء البي ار تهجم بعدين تكسر العاصره بعدين تنضاف الاتش، وانا كاتبها لكن هم بالكتاب ايش كاتبين؟ جميع ميكانيكيات التفاعل بالنسبه للكيمياء العضويه للاطلاع، يعني ما مطالبين انتم بميكانيكيه التفاعل. للسي اتش 2 هاي لو هاي هاي مو عنصر مزدوجه، انا اضيف الاتش بي ار للاواصر المزدوجه الى ذرات الكربون اللي مرتبطه بالعاصره المزدوجه. فهنا منو مرتبط بالعاصره المزدوجه؟ هاي وهاي. وين العاصره؟ هاي العاصره. هذا الكربون وهذا الكربون هم مرتبطين بالعواصر المزدوجه. من نجي لهذا، هاي العاصره المزدوجه. هذا الكربون وهذا الكربون مرتبطين بالعاصره المزدوجه. واضحه الفكره؟ ما يصير انا اضيف الغير مكان. لا، لازم اضيف الهذا والهذا. فمنو الاكثر ذرات هيدروجين؟ هذا. اذا الاتش راح تجي على الاول. والبي ار راح تجي على الثاني حسب قاعده ماركو نيكوف. هسه نجي الى الشرح. يقول اولا الاضافه الى الالكين المتناظر اللي هو من هو؟ قلنا هذا مو الكين متناظر. ليش قلنا متناظر؟ ليش سميناه متناظر؟ مشابهات. منو مشابهات؟ السي اتش والسي اتش. بيش مشابهات؟ بعدد ذرات الهيدروجين اللي مرتبطات بالعاصره المزدوجه، فمو هاي العاصره المزدوجه، هذا الكربون وهذا الكربون، ايش قد عنده هيدروجين؟ ايش قد عنده هيدروجين؟ اذا مساويات متناظر، اذا مختلفات غير متناظر. هسه اجي يقول حيث النواتج تكون متشابهه عند اضافه كل من اتش واكس على اي من ذرتي العاصره. يكون مشابه، ما عندي مشكله بها. اوكي؟ فاذا انا ضفت هسه هنا انا ضفت الاتش لهنا والبي ار لهنا، لو ضاربها بالمقلوب نفس الشيء هم يطلع لي نفس المركب. واضح؟ وبنعطيكم مثال عليه اني. رقية نفس السؤال مالتش هسه هذا اللي بالملزمه. انت قصدك حاطين الصفحه صفحه 7 صفحه اللي قبل. تشوفين بالاخير صفحه 7؟ البي ار حاطها بصفها مو صح؟ لكن هو مو معناتها بصفها، اكو عاصره بحيث البي ار هنا صايره فرع. اوكي؟ يعني هسه من اكتب المركب هذا، انتبهوا لي، من اكتب المركب هذا هذا سي اتش 2 او سي اتش 3 سي اتش 2 بي ار هو هيك شكله، فهذا يعتبر فرع، فاكتبه هيك او اخليه منه كلش عادي. اوكي بس مو معناتها
هذا من مشوفين انصر هنايه معناته هذا البي ار من ضمن الاتش2. لا، هو البي ار فرع الوحده، واضح؟ بالضبط، فهو فرع، يعتبر فرع. هسه اجي اكمل صفحه 8. يقول لاحظ الامثله التاليه، شوفوا هذا هو الالكين المتناظر، فشوفوا ضايف البي ار، الاتش بي ار ضايفها مره لهذا الكربون مره هذا الكربون، ما عندي مشكله به. ميكانيكيه التفاعل لا تقروها، ميكانيكيه التفاعل لا تقروها، ما مطلوبه من عندكم، اوكي؟ لان هو كاتبها للاطلاع، يعني بس تشوفها، يعني مو حاط فيها لهاي السنه، لا، كل سنه الميكانيكيه هي للاطلاع، مو للاطلاع، مو حذف، للاطلاع، يعني اذا تحبون تطلعون على الكيمياء العضويه وشلون يصير التفاعل، اوكي. هو انا ادري بكم، ولذلك قلت لكم لا تدوخون بها. نجي الى النيوكليوفيل. شنو هو النيوكليوفيل؟ هو كاشف باحث عن النواة لأنه غني بالإلكترونات، تمتلك مزدوج واحد أو أكثر من الإلكترونات غير متناصر. عندي شيء اسمه نيوكليوفيل وعندي شيء اسمه إلكتروفيل، أوكي؟ عندي شيء اسمه نيوكليوفيل وعندي شيء اسمه إلكتروفيل. الفيل معناتها محب، أوكي؟ مو الفيل الفيل، لا. اي الكترو حساج. شنو معنات النيوكليوفيل؟ نيوكليوفيل معناتها محب النيوكليو النواة، نيوكليو نواة، فهو محب للنواة، نيوكليوفيل معناتها محب للنواة، بينما الالكتروفيل قلنا فيل معناتها محب، الالكترو معناته الكترون، لا هالمره الكترون، الكتروفيل، الكترون معناته الكترون، والفيل معناته محب، فمحب للالكترونات. واضح؟ فمن نجي للنيوكليوفيل، اوكي، من نجي للنيوكليوفيل، شنو النيوكليو قلنا؟ نواة، وشنو الفيل؟ محب، فهو اذا يحب النواة معناته هو ايش عنده؟ هو عندي لو الكترونات لو نواة، فهو اذا يحب النواة معناته عنده الكترونات هوايه. فهو يحب النواة لان عنده الكترونات، بينما اذا هو الكتروفيل يحب الالكترونات لان هو عنده نواة فارغه تقدر تستقبل هاي الالكترونات. واضحه الفكره؟ فاذا انا عندي الكتروفيل معناته محب للالكترونات، معناته هو عنده نواة فارغه وينتظر الالكترونات حتى يستقبلها. بينما اذا هو نيوكليوفيل معناته هو محب للنواة، معناته هو عنده الكترونات يدور على نواة حتى ينطيهن. واضح؟ عافية. اوكي. زين. ما يخالف. زين، بس اكمل الالكتروفيل الغير متناظر لان شرحته. اوكي، ثانية الإضافة للغير متناظر قلنا حسب منه؟ حسب قاعدة ماركو فينيكوف، فتشوفون تكون الإضافة حسب قاعدة ماركو فينيكوف والتي تنص عند إضافة الكاشف الغير متناظر. شنو هو الكاشف؟ كاشف معناته اتش بي ار، وياي؟ عند إضافة الكاشف غير المتناظر اللي هو اتش بي ار إلى مركبات الآصرة المزدوجة غير المتناظرة، عند إضافة الكاشف غير المتناظر إلى مركبات الآصرة المزدوجة غير المتناظرة، فإن أيون الهيدروجين، أيون الهيدروجين وين يروح؟ من الكاشف يضاف إلى ذرة الكربون الآصرة المزدوجة التي تحمل العدد الأكبر من ذرات الهيدروجين. يعني الهيدروجين يروح الى ذرة الكربون مال الآصرة المزدوجة اللي تحمل اكثر ذرة هيدروجين. اوكي، اللي اتفقنا بانه الغني ينطونه بعد. وتكوين ايون الكربونيوم الاكثر استقرارا، هذا الكربونيوم اللي هو الموجب، هذا بعدين يعني مو مهم بالنسبة لكم لانه هذا لازم نشتغل على الميكانيكية.
وهنا يكون التفاعل حسب قاعدة ماركونيكوف هو التفاعل. فنجي يقول عندي هذا هذا المركب، بس خلي اشرح هذا وتطلعون ان شاء الله. اجاني ايش قال لي؟ قال عندي هذا المركب اللي هو CH3 CH عصرة مزدوجة CH2. يقول هذا إذا ضفت له HBr، ضفت له HBr وضفت له HBr، طبعا هنا يجيكم علل عسى تفهموا. يقول إذا ضفت HBr مرة الـ H راحت للـ CH2 والـ Br جت لهنا، فايش صار عندي الناتج؟ صار عندي CH3 CH Br CH3. يقول المرة الثانية لا بالعكس صارت، يعني صار عندي CH3 CH2 CH2 Br. يقول يا مركب الصحيح هذا لو هذا، ليش هذا؟ لان حسب قاعدة ماركونيكوف الاتش وين يروح؟ للاكثر هيدروجين، فهذا الاكثر، فالاتش راحت للاكثر صار السي اتش 3، وهذا السي اتش عند اقل فيجي البي ار فصار سي اتش بي ار وهذا السي اتش 3. واضح؟ بينما هذا لا خطأ، ما طبق قاعدة ماركونيكوف. ليش؟ لان البي ار راحت وين؟ راحت للاكثر هيدروجين، واحنا اتفقنا الهيدروجين هو اللي يروح للاكثر مو البي ار اللي يروح للاكثر. واضحه الفكره؟ فيجيني علل يكون ناتج هذا المركب هذا ولا يكون هذا. شو تقول له؟ وذلك حسب قاعده ماركونيكوف، وتكتبوا له نص القاعده كلش مهم، هذا اللي بالازرق نص قاعدة ماركونيكوف كلش مهم، تكتبوا له نص قاعدة ماركونيكوف وتقولوا له ترى هذا يطلع لنا هذا الناتج وذلك سبب قاعدة ماركونيكوف وتذكروا له النص. واضح؟ الى هنا راح اتوقف. المحاضرة الجاية ان شاء الله راح ناخذ امثلة حول الاضافة للمتناظر والإضافة لغير المتناظر. في أمان الله.